انت بتشتغل وبتخطط وبتمشي صح، بتمشي صح، ممكن تكون بتقدم السبت عشان تلاقي الحد بس، وانت بتقدم السبت بتقدم السبت على انه ده الطبيعي اللي يحصل. عشان كده كابتن خطيب لما سافر جنوب افريقيا على راس بعثه الاهلي في مباراه سان داونز اللي كانت صعبه جدا، كان ده تاكيد على علاقات طيبه جدا للاهلي مع نادي سان داونز. لما سان داونز حقق هذا الموسم الثلاثيه، كابتن خطيب بادر بتهنئه سان داونز على هذا الانجاز الكبير. الزميل هاني حتحوت شاف هذه التهنئه توطئه للتعاقد مع موسيماني. نشوف، نرجع 5 أيام لورا، يوم 25 من شهر 9 لما الأهلي هنأ سان داونز على الثلاثية اللي حققها هناك، فكتب بيان لم يعره أحد اهتماما كبيرا، لما قال إن النادي الأهلي يهنئ سان داونز الجنوب أفريقي بالثلاثية المحلية. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة نادي سان داونز الجنوب أفريقي بعد التتويج ببطولة الدوري وكأس رابطة الدوري وبطولة الكأس. تمام، ها إحنا مالنا، أكيد ناس كتير قالت كده يعني ساعتها. فراحوا كملوا في بيان الأهلي، وعبر رئيس الأهلي عن تقديره لبطل جنوب أفريقيا ورئيسه باتريس موستيبي، مؤكدا على العلاقة الطيبة التي تربط النادي الأهلي وكل الأشقاء بالقارة وفي مقدمتهم نادي سان داونز. بصوا بقى آخر حتة دي، السطر ونص ده، ده الخلاصة، دي القصة، دي القصة. أكيد دي بعد مكالمة بين الناديين للاتفاق على إن الراجل يفسخ عقده اللي لسه بقيله 4 سنين ويجي مصر. أكيد بعد ما اتكلموا واتفقوا ونشكره بقى على الثلاثية، مش هنشكره إنه جاب لنا مدربهم ونلمح نرميها. أشاد الكابتن الخطيب بالمنظومة الكروية لبطل جنوب أفريقيا وطموحات لاعبيه وأجهزته الفنية ومجلس إدارته. تمام، فهمني، سمعاني يا جنوب أفريقيا، سمعني يا باتريس، بشيد بمجلس الإدارة وبشيد بالجهاز الفني واللعيبة، يلا بقى نخلص الديل. أعتقد ده ذكاء شديد، يعني أعتقد أن الموضوع مرتبط. مستحيل يكون بعد 5 أيام الراجل اللي بيشيد الأهلي سواء كإدارة أو كمدرب يتولى المسؤولية بالصدفة يعني. فدي كانت مؤشر من مؤشرات التعاقد مع بيتسو موسيماني، ربما مرت أمام الكثيرين بدون أن يلحظوها، وأنا منكم أكيد يعني. الحقيقة أستاذ إبراهيم معلش، لأن إحنا كثيرا ما ننتقد بعض الأمور، لكن لما يحصل حاجة تستحق الإشادة زي هو الكابتن مفطن إلى هذه التهنئة، وكان معني هو فريق إعداده بالتفاصيل إنه يرجع فلاش باك ويجمعها ويلاقي له علاقة باللي بيحصل النهاردة. أنا برضو أحب أشيد بالتدقيق في التفاصيل والاهتمام بحاجة ما حدش خد باله منها، فأنا بشيد بيه معلش. يقبلها مني بالعكس. لا يقبلها مني. أداء هاني حتحوت أداء على المستوى المهني مسؤول، منضبط. نختلف معه في بعض الأمور، لكن اختلاف طبيعي جدا في المضمون، لكنه لا أحد يمكن فعلا أن يشكك في مهنيته. هو شاطر وبص على صفقة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، قيمها ازاي، شايفها ازاي، نشوف هاني حتحوت. الإفريقي الجديد بيتسو موسيماني يتولى مسؤولية النادي الأهلي في تحد وصفه هو بالجديد، وجمهور الأهلي متحمس جدا، تجربة مثيرة جدا للاهتمام، ما تقدرش تتوقع هتنجح ولا مش هتنجح. بيتسو موسيماني بطموحات متواكبة جدا مع طموحات الأهلي، متوج سابق بدوري أبطال إفريقيا وأهلي باحث عن العودة إلى دوري أبطال إفريقيا. شايفين التجربة مثيرة إزاي؟ شايفين إزاي الأهلي فكر في حتة مختلفة عن اللي الناس كانت بص عليها؟ الرجل الإفريقي الجنوب إفريقي بيتولى مسؤولية الأهلي بداية من يوم 2 أكتوبر يوم الجمعة بإذن الله. عرفناه من 2016 تحديدا لما واجه الزمالك في دور المجموعات مرتين في دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة أنه عمل مباريات قوية جدا قدام الزمالك. عرفناه وشفنا قد إيه الراجل ده، هي قد إيه الراجل عارف يتحكم في فريقه وعارف يسيطر وعارف يوصل لمراحل متقدمة جدا بتعيد جنوب أفريقيا إلى منصات التتويج على مستوى الأندية. لكن الحقيقة أن الراجل أكمل مسيرته اللي استمرت 8 سنوات مع فريق سان داونز ولم يتوقف عند هذا الحد، عشان يدخل بعد كده بقصصه الكتيرة جدا اللي جمعها في ال7 سنين اللي فاتوا ويجيلنا بيها، وهي ليها بقية كأنها مرسومة. ريني فايلر رحل وحلم هذا الرجل بأن يدرب الأهلي، وتمنى أن الأهلي ياخد النسخة اللي الأهلي خرجوا منها. والحقيقة أن الراجل بعد ما خد ثلاثية هناك في سان داونز مشي وجاء لتدريب الأهلي، وسبحان الله استكمالا للقصص
الراجل ده اول ماتش افريقي هيلعبه في البطوله اللي الاهلي مطلعه منها، هيلعب مع الاهلي فريقه الجديد في نصف النهائي قدام الوداد اللي اعتاد انه يطلعه من دوري ابطال افريقيا. يعني كل حاجه بتديك مجال لانك تاخد حقك او انك تحقق حلمك او انك تعمل حاجه كنت اتكلمت عليها في يوم من الايام. هو كلام الاستاذ هاني بيؤكد انك بتاخد بالاسباب، وشرح ايجابيات هذا التفكير، وشرح اتساق تفكير المدرب مع تفكير النادي الاهلي مع احتياج اللحظه اللي احنا فيها. نرجو بقى ربنا يعني الباقي التوفيق باذن الله، لان بلا توفيق ما حدش بينجح.